خلينا نروح للموضوع هذا، راح نستكمل غدا في الجزء الثاني ونقول لكم باقي تفاصيل او باقي تفاصيل القضيه. التقرير التالي يتحدث، يعني نغير الموضوع نطلع شوي نرجع لكرة قدم فقط، صدارة الأهلي والانفراد او تفوق الأهلي وانفراده بالصدارة. انتهت مساء الخميس قمة الأهلي والهلال، انتهت 90 دقيقة بكل ما فيها من إثارة وحماس. حلق الحسني بهدف حمل الأهلي للصدارة. استحق الأهلي الصدارة لأنه بحث عنها منذ بداية الموسم، بل نقول منذ تحقيقه كأس خادم الحرمين الشريفين العام الماضي. بدأ الأهلي موسمه بقوة، كسب اللقاء تلو الآخر، لم تعيقه الخسارة القاسية من الهلال في الجولة الرابعة. حاول العودة من جديد وتحققت له، عاد للغة الانتصارات وبدأ خطا جديدا. نعم قد يكون توقف للحظات في محطات متفرقة، لكنه بالتأكيد كان يعرف أن الطريق لا زال طويلا حتى يصل لنهاية المشوار، والعقبات لن تقف عند محطة الفتح أو الاتفاق أو حتى الشباب. فبطولة الدوري تحتاج لنفس طويل. أجزم أن فرقة الرعب قد فتحت معه صفحة جديدة وميثاق شرف لن ينتهي إلا في منصة التتويج باللقب. بالأمس قدم أفراد النادي الأهلي ملحمة كروية رائعة غلفها الصبر، وعطرها الحسني بحسن اختيار المكان المناسب في الوقت المناسب، ليقتنص النقاط 3 تاركا السيطرة للهلال. في السابق كان الأهلي يمتع ويسيطر لكنه لا ينتصر، أما في الوقت الحالي فقد استطاع غاروليم المزج بين المتعة والسيطرة وتحقيق الانتصار بطرق قصيرة لا تحتاج إلا قليل من الصبر، والصبر فقط. قد يواجه الفريق خصما عنيدا كما حدث بالأمس، لكنه عرف كيف يصل لهدفه بسهولة بل ويحافظ على النتيجة والصدارة، وهذا هو الأهم بالنسبة لعشاق فرقة الرعب. أبو صهيب، الصدارة الأهلاوية رسميا عن صدارة أهلاوية، بس اسمح لي تعليق بسيط على الموضوع إذا كان ممكن. ولا تفضل تفضل أبو صهيب. أنا ما أدري أنت ليش مصر على أنه يعني الموضوع قد لا يكون خلفه عصابات، قد لا يكون خلفه يعني تنظيم أو يعني شيء مرتب، يعني زي ما قال الدكتور خالد أنه الموضوع لا يأتي يعني اعتباطا، لابد انه يكون الموضوع، انا اعتقد انه لابد انه يكون في فعلا شيء منظم، لانه بدليل انه التوقيت اللي احيانا يختار للموضوع مثلا في الصيف قبل بدايه الموسم، الاماكن التي يمكن ان يعني يصطاد فيها من يمكن ان يقع في هذه الـ 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 الاسماء التي تاتي احيانا قد تكون اسماء شابه وثريه وفي نفس الوقت درجه العلم والوعي لديها ضعيف، الطريقه زي ما قلت انا يمكن طريقه المنشطات السهر والتدخين زي ما قال ابو سطام، هذه كلها تجعل انه المساله اعتقد انها ليست اعتباطا يعني وليست فقط مجرد يعني صدفه، انما هي عمليه منظمه وخلفها اشخاص، واحيانا زي ما قلت انا ليست يعني ليس بالضروره انه الاستهداف من خارج الوسط الرياضي، لانه الوسط الرياضي ليس وسطا ملائكيا، احيانا قد يكون من داخل الوسط نفسه والاسباب قد تختلف. بالنسبه لصداره الاهلي انا اعتقد انه ليس الأهلاويون فقط من انتعشوا في الواقع بهذه الصدارة، أعتقد أن كل الرياضيين في الواقع انتعشوا بهذه الصدارة وفرحوا لها، بما في ذلك بعض الهلاليين. يعني عودة الأهلي إلى الصدارة توسع يعني مساحة المنافسة، تشغل الأندية الأخرى، تحركها بشكل أكبر. كثير من الهلاليين في الواقع رغم انه يعني كانوا يبحثون عن الفوز عن الاستمراريه، لكن اعتقد انه الخساره في الواقع انعش البعض منهم، لانه هذه الخساره ستحرك العمل الاداري والعمل الفني في 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 الهلال، ويعني تضع فوكس يمكن على مواقع الخلل التي يتحدث عنها بعض الهلاليين والتي ربما لا تجد قبول لدى الإدارة الهلالية. عودة فريق مثل الأهلي من سنوات طويلة إلى الصدارة وبعد نتائج جيدة
هو استطاع في هذه المباراة أن يعوض أيضا تعادله مع الشباب، وكان يمكن أن يكون الفارق أكبر، أن يعوض بعض النتائج التي خسرها، بعض النقاط التي خسرها، لأنه الفوز على الهلال لا يضع في نقاطي 3 نقاط، إنما هي مباراة 6 نقاط كما هو معروف، بدليل أنه الهلال الذي كان ينافسه على الصدارة عاد وأصبح في المركز الرابع رغم أنه لم يخسر سوى 3 نقاط. لكن هذه الصدارة في الواقع لا يليق بالفريق الذي يبحث عن البطولة. الفرحة العارمة التي شاهدناها بعد المباراة من كثير من الأهلاويين لا يليق. أيضا اللغة التي أصبح بعض الأهلاويين يتحدثون عنها، لأنه لا يزال هناك متسع من الوقت، لا تزال هناك منافسة، لا تزال هناك مباراة، لا يزال هناك مجال متاح للكثير من الفرق لأن تعود وبقوة. حتى العمل الإداري في الأهلي في الواقع وعمل دعم الفريق في الواقع يجب ألا يتوقف. فترة التسجيل الحالية، النتائج التي حصلت ستحرك الكثير من الأندية، وبدأنا فعلا نشاهد تحركات وأسماء وتعاقدات. الأهلي أيضا يحتاج إلى أن يتحرك في هذا الاتجاه، يحتاج إلى أسماء يضيفها. الكثير يتحدثون عن دكة البدلاء، دكة البدلاء في الأهلي ربما تكون هي الأضعف من بين الفرق التي تتنافس على الصدارة، وأعتقد أن فترة التسجيل الحالية لابد أن يكون فيها تدعيم لدكة البدلاء. نسمع عن بعض التعاقدات، بدر الخميس في الهجوم أو بعض الأسماء، لكن أعتقد أن النظرة المهمة بالنسبة للأهلي هي في الخطوط الخلفية. مع احترامي الشديد التغييرات التي حصلت أمس في مثل هذه المباراة المهمة والأسماء التي نزلت كبدلاء، أعتقد أن أسماء يعني دكة بدلاء فريق يبحث عن البطولة وعن الاستمرارية تحتاج إلى أسماء يعني أكثر منها قدرة وشجاعة. وباختصار، صدارة مستحقة منعشة ومفرحة، ولكن بالنسبة للبطولة بالتأكيد ليس بعد يا أهلي. أبو سطة، أنا أتفق معه تماما. يخطئ الأخوة الأهلاويون إذا آمنوا أنهم انتهوا من العقبة الكبرى. لا زال أمام الفريق مباريات صعبة، ليس مع الفرق الكبيرة بل حتى مع الفرق الصغيرة. إحنا شفنا الفرق الصغيرة كيف هي اللي بعثرت أغلب الأوراق في الدوري. فالآن الأهلي أمام مشوار طويل صعب جدا، يجب أن النفس هذا لا يتوقف، بما فيها مباريات كأس ولي العهد يجب أن تكون محطة لمواصلة الركض بقوة إلى أعلى. نعم عنده الفريق مجموعة مشاكل، الإدارة الأهلاوية على اطلاع فيها، حكينا فيها معاكنا في هذا البرنامج من بداية الدوري، أنه زي ما تفضل الأستاذ عثمان دكة البدلاء تعتبر يعني من أضعف ما في الفريق. الدفاع أحواله تحسنت، وإن كان هو من أفضل خطوط الدفاع على مستوى الأندية، يعني يفرق هدف واحد فقط عن نادي الاتفاق الذي هو يعتبر الآن خط الدفاع الأول على مستوى جميع الأندية. أنا عجيب الحقيقة السنة هذه في موضوع إدارة النادي الأهلي، ابتداء من الرئيس والمدير الفني وكذا، بعيدين عن الإعلام، تاركين الفريق يؤدي دوره ويتحدث في الملعب، وهذا هو المطلوب الآن. اللي أنا شايفه، أنا عنصرين سلبيين في النادي الأهلي حقيقة، غير النواحي الفنية، وهي ما يتعلق بالجمهور الأهلاوي، كأنه أصبح مسلم أنه الدوري أهلاوي، وهذا خطأ فادح قاعد يرتكبوه. المسألة الثانية، وهي أنا ملاحظ بعض أنواع الإعلام قاعدة تزف الأهلي من الآن، حقيقة مو الآن، من قبل الآن، من قبل نهاية الدور الأول، وهذا انجراف في غاية الخطورة إذا صدقوا الأهلاويين. لابد أن الأهلي يعي أنه هذا دوري طويل جدا جدا جدا، وبالذات شوف قد تكون مباراته الأخيرة حسب الجدول إذا ما خانتني الذاكرة مع الشباب، يعني هي مباراة ختام حقيقة لهذا الدوري، قد كل شيء يتغير. الفارق نقطة، أنا الآن مع الشباب، أنا ما أحكي عن الشباب أنه الفارق نقطة، أنا أبغى أحكي حتى عن الهلال اللي 5 نقاط فارق اليوم، عنده فرصة في غاية السهولة أنه يحصل بطولة الدوري. فإذا الحزم والحذر إذا أرادوا بطولة الدوري. طيب فاصل قصير قبل ما نروح الفاصل، في أخبار وعلاء الرشاني، وإذا أرادوها على الورق ترى هم الآن أخذوها على الورق، هم أحرار. علاء الرشاني في أخبار أنه ينتقل الليلة بكرة، يعني خلال الأيام القادمة للرياض. علاء الرشاني قد ينتقل للرياض في 24 ساعة و48 ساعة القادمة. فاصل قصير بعده نعود للجزء الأخير من الحلقة.